جديد إن شاء الله أغنية حبيبتي فينومينال من كتابة طارق والألحان ديالنا بجوج أنا وياه، وتوزيع ديال حكيم الدكالي، والتصوير كان من الإخراج وتصوير كاميرا ما جليلو. انا سميتي طارق بوكري، هو يحيى ارباب، هو ولد خالتي. كنت انا وياه بدينا نكتب انا وياه في الاول، شحال هادي نكتبوا الكلمات، تنكتب هو تيغني، هكذا كانت المشوار، كان بداك حاله كذا، حتى واحد النهار وقررنا نديرو ديو، وكانت الاغنيه الاولى هي ما فيونسي. فهاد الوقيته هادي تقدر مع المدة ما نعرف، ولكن دابا لا، حنايا دخلنا ما قررنا ندخلو بجوج، وإلا صافي قلنا نديماريو إن شاء الله. عندنا مشاريع إن شاء الله، عندنا بزاف بزاف المشاريع، مشاريع صعيب مستقبلية. حيت دابا باش تلقى شي واحد يفهمك وتفهمه صعيبة. دابا حنا كونا واحد الجروب إن شاء الله، وحنا غاديين هي الأغنية ديال مافيونسي، حيت كانت نروح عليها، اللي كانت لأنها كانت صدفة. علاش واي واي؟ أنا كنت ديجا لقيت واحد الأغنية سميتها لوين الغوزي، وكنت هكذا تنغنيها في الدار، تيحيى تو كان تيغني معايا تيريبيتيو، حتى الويدة سمعات كذا سمعها ديما لوين الغوزي، قالت مافيونسي، وقالت بقات لي في دماغي مافيونسي، أنا كتبتها مافيونسي، خرجت واي واي. هكذاك صدفة، ماشي داكشي ده سبونتاني، ما كناش سبونتاني. معولين. سرحاني؟ لا هو السرحاني تبارك الله تبارك الله عليه، عليه، فنان وصل يعني من واحد المغاربة اللي وصل تبارك الله عليه، زعما عنده مدة قصيرة وصل لواحد النجومية كبيرة تبارك الله عليه. ما كرهناش حنا نكونوا بحاله إن شاء الله في المستقبل. أول حاجة تكون أغلبية يكونوا شي حاجة اللي طرات، يعني تكون شي حاجه طرات مثلا شتا انا هي بقات لها تقليه في دماغي، تمشي للدار تنكونسونطا تنكتب عليها، ولا شي حاجه شي افي بقى فيا، هادو هما الاغلبيه تكون الاغلبيه تكون واقعيين اغلبيه، سينو تكون شي حاجه الخيال، تكون تفكر تكتبها وصافي. الشاون حيت معروفه في المغرب ومدينه سياحيه، ونيت نديرو شويه ديال السياحه للبلاد ديالنا يعني باش يجيو الاجانب. انا اللي قررت قلت الشاون، حيت اصلا احنا اصلا من الشمال، واخا حنا في قنيطره ولكن من الشمال، احنا اصلا من الشمال، وراه فنانين كبار جاو صوروا في الشاون، راه تبارك الله زعما الشاون مزيانه. الشاون وادلو، حتى وادلو ماشي الشاون وادلو، وادلو بجوج. ان شاء الله كاين كاين الخير ان شاء الله ان في شاء الله الصيف. الا كتاب في صيف في هذا دبي، الصيف ان شاء الله نمشيو لدبي، كاين حفلات تما، وهنايا كاين ان شاء الله مهرجانات في المدينه وفي النواحي خارج المدينه ان شاء الله، وباقي يلاه من هنا الصيف ان شاء ان الله شاء الله يكون يزيدوا الامان. لدنا الاعجاب الاغنيه ما في يونسي اللي كنا درنا ديجا طلقناها، وجديده ان شاء الله ديال حبيبتي فومينال، وان شاء الله نشوفهم بعد شنو يطرى ان شاء الله. ما علاش الوقت كيما على حساب تديت بلاد بلاصه بزاف في المغرب وهنايا، واصلا خدام ديجا وما عنديش الوقت بزاف باش ننفيستي في شي حاجه اخرى من غير الفن، يعني تنجي ديجا الوقت عندي الخاوي، تنجي للمغرب تنجلس انا ويحيى تنمشيو للاستوديو تنوري الجديد شنو كاين، تنحاول نريبيتيو ونغنيو، يعني ما كاينش الوقت بزاف بالنسبه ليا انايا. بالنسبه وطبعا لي يحيى بالنسبة لي أنا كنت ديجا كان عندي هاد كنت كنقولها، كان عندي هاد ليدي في دماغي كنقول إن شاء الله ناخد الباك ديالي ندير وندير من صافي. إن فوا كتبدا تخدم في الدومين كيولي يجيك أن تمشي البرنامج يكون عاوتاني لك واحد ستريس، يكون لك واحد المشاكل، اللهم تخدم على راسك راسك وطلع من راسك. تبع خسارتي ونقول راني هاني، شوفوا قلبي باش بلاني في الفياسات يعشق فيا. ايا والو فقت العروطار، الله غالب ما نديرش الدار لي نبغيها سحرتني. ياي كذابة انتي كذابة، اي لعبة انتي لعبة.